في ترند النهاردة هنتكلم عن ترند اسمه أثليجر. ايه بقى الكلمة المجعلصة دي؟ انا هحكي لكم. ده معناه يا جماعة ان احنا نلبس لبس رياضي بس في نفس الوقت شيك، يبقى في نفس الوقت شكله حلو مش مبهدل بقى كده. عارفين مين من المشاهير اللي بيحبوا يلبسوا الستايل ده؟ هقول لكم. في مثلا جيجي حديد، في كندل جينر، في ريانا، كل دول بيحبوا يلبسوا الستايل ده اللي هو يبقى ايه، لابسين لبس رياضي بس في نفس الوقت مريح، يبقى شكله كده شيك عليهم ويبقى شكله حلو، ممكن بقى مع كعب لذيذ مع حاجه، بس مش اللبس الرياضي كده يبقى مبهدل كده. فاهمين قصدي ايه؟ الموضوع ده بقى ابتدى يزيد يوم ورا يوم، وبقى ترندي جدا ان الواحده تبقى لابسه لبس كده رياضي وشيك. ابتديت الاحظ كمان ان في براندز كتير ابتدت تعمل لبس مخصوص بالستايل ده. يعني اديدس مثلا، شوفوا مثلا الفستان ده، فستان اسود حلو جدا، ممكن بقى يتلبس كذا طريقة، ممكن بكعب عالي، ممكن عليه سنيكر، ممكن يتحط عليه ميك اب حلو. تخيلوا مثلا فستان سيمبل جدا اسود زي ده لو عليه مثلا ميك اب فيه روج احمر مثلا، يا هيغير شكله تماما عن لو لبستيه مثلا بسنيكر ابيض ولابسه الصبح كده حاطه ميك اب خفيف وعامله شعرك رافعاه لفوق كده ستايل كده مختلف كده وماسي شويه، ده غير ده تماما. فبالتالي ممكن نقدر احنا نلبس لبس رياضي بكذا طريقه مختلفه. ومثلا بنطلونات اديدس برده حلوه قوي وممكن تتلبس بكذا طريقة، تتلبس الصبح طبعا كاجوال جدا، وممكن عادي جدا بالليل يا جماعة تتلبس مع كعب ونغير في الميك اب وفي شعرنا مع شنطة لذيذة، هتغير اللوك ده تماما.